بالنسبة لداريات في السودان فيه تحديات، يعني بالذات للبنات، يعني إنك ممكن تكوني قاعدة ترسمي في أمان الله، لكن تلقي تعليقات كثيرة من الناس الجايين مارين أو كذا، ففيها تحديات. كان الحاجة الوحيدة المطلب للثورة إنه حرية التعبير، في حريات تانية لكن هي ما بتكون يعني أهم من حرية التعبير بالنسبة للأرتست. فأقيس إنه الحاجة قدرنا نوصلها كامتياز من الثورة إنه بقى في مساحة للتعبير ومساحة للتقبل من الشعب للحاجة دي. يعني الجدارية دي الهدف منها إنه أنا أعكس كل الثقافات، لو لاحظتوا بلون البشرة هم في تباين، فده معناه إنه في تعدد بتاع ثقافات أو أعراق أو كده. أي زول كان بيجي بسألني بقول ليه هم ما عندهم شعر؟ ليه الشعر ما مهم؟ مهم البني آدم ومهم الشخصية. وخطيت إنه 21 تكون هي تغيير حقيقي بدل الكلام المكرر والمعاد بتاع حقوق المرأة وكده، إنه الحل حاجة واحدة بس، إنه 21 تكون للمعرفة. الوحدة لو هي عرفت حقوقها هي شنو، ما بيكون في مشاكل تانية. معرفة الرياضة كانت ما في، فشغف الطفولة اللي كنت بفتش عليهم من زمان إنه أقدر أمارس رياضة لاقى العوامل دي بس في توقيت يعني بعد عمري 25 سنة. كرة القدم سيدات نحن مبسوطين جدا، في التزام، في ما سمعنا حاجة في كرة القدم سيدات، في تعاون بين الإدارات وبين اللاعبات وبين كله. Courage you have shown is really impressive. So I really wanted to commend you and to pay tribute to this struggle you have led. I know there is still a lot to do. Whatever we can do to help, we'll be most happy to do so. رحنا الحاجة دي يعني كانت بالنسبة لنا حاجة ما سهلة، لكن الحمد لله أنجزناها. وفي الفترة الحالية اللي في كرة قدم مسوية في السودان في فرق يعني كثيرة. في الدولة بقى شغالة وقد جزء من حلمنا الحمد لله عمل ما بصنا في السودان.